Zombie Apocalypse. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم زورك ورجعت لكم فيديو جديد. واليوم الفيديو غير عن كل فيديو، راح نرجع بالزمن شوي لأيام كنا نشوف الألعاب بطريقة غير، ألعاب كنا نقضي عليها وقتنا كله بدون أي ملل. صح هلأ في كتير ألعاب حلوة، بس ولا واحدة بتلاقي فيها الشعور اللي كنا نحسه بهالألعاب. وبعض الأوقات بحس إنه نحنا ما عم نفتش على ألعاب جديدة، نحنا فعلياً عم نفتش عن الإحساس الحلو اللي كنا نحسه بالألعاب القديمة. لهيك اليوم جايب لكم أكتر 10 ألعاب كنا نقضي وقتنا عليهم. اللعبة رقم 1 واللي هي نيبر فروم هيل، وهي من اكتر الالعاب المسلية من كمية الكوميديا اللي موجودة بكل مقلب فيها. واللي ما بيعرفها وما بعتقد انه في حدا ما بيعرفها، مفروض كل الجيمرز بيعرفوها. هي عبارة عن هيدا الشخص خارب عيشته لهالشخص، بيرسم له صورة الحجة حتى على الحمام لاحقه. بالمناسبة كنا نستغرب انه كان يعمل عيد ميلاده لحاله، بس وقت كبرنا عرفنا ليش. المهم كنا نضحك كتير على هاللعبة، وتذكر ختمناها بوقت قياسي، يعني مش ذاكر كم ساعة بس خلصناها بسرعة، وبين كل فترة بيجي عبالي ارجع ختمها قد ما حلوة. وان شاء الله كمان رح يكون في فيديو قريبا عن هاللعبة. اللعبة رقم 2 واللي هي توم اند جيري وور اوف ذا ويسكرز. هاي اللعبة اذا ضليت احكي عنها فيديو كله ما بو فيها حقها. طبعا بعد ما قلت لكم ان طفولتي كانت على البلايستيشن 2، لل 2011 لحتى جبت كمبيوتر. نرجع للعبة. اللعبة عبارة عن توم وجيري، بتقدر طبعا تلعب وتربح شخصيات مثل سبايك وابنه. وبالذات هاللعبة ما كانت تحلى غير بالجمعات العائلية، لانه هي مالتي بلاير، واحلى مرحلة فيها هي المطبخ، اكتر شي كنا نلعبها. وهي حلوة من ناحية المعدات اللي فيها مثل البيض والفرشاي، وما بدنا ننسى اللي بيكونوا من اساس المرحلة، يعني مثل النار اللي كان اللي يمشي فوق يحترق، والتلج اللي بضل واقف على الارض بتلج. اما المرحلة اللي كنا نلعبها وقتها خلص نكون قضينا وقت كتير على هالمرحلة، هي الشاطئ. وكمان فيها اسلحتها الخاصة مثل الصدفة ونجم البحر، ووقتها تطلع المي على الشاطئ هون يلي لحق يهرب بيهرب، يلي ما لحق راح تالي. اللعبة رقم 3 واللي هي Resident Evil 4. Resident Evil 4 رح اعتبرها من الالعاب الطفولة لانه هي كتير قديمة. صح في منها ريميك هلا، بس هي كتير قديمة عن جد. وبوقتها هي اللعبة الوحيدة اللي كانت تعيشنا جو محاربة الزومبي من ناحية الجرافيكس الافكتس اللي كنا نعيش فيها على اعصابنا، وبعض المراحل اللي كانت تعجزنا، وبعض الالغاز اللي كنا نجرب الف مرة ليزبطوا وبالحظ كمان. اما يلي ما كانوا يزبطوا معنا كنا ننطر خالي ليجي يحللنا اياهم. اوه كانت ايام كتير حلوة والله. واول ما ينقال ريزدنت ايفل دغري بتذكر التاجر اللي كنا نقتله بعد ما نخلص من عنده، والبنت اللي كنا نعيد المرحلة بسببها الف مرة. الله لا يعطيها العافية، بتضل تموت. على كل حال رح اعمل سلسلة تختيم، ورح تكون اول لعبة ان شاء الله رح ختمها. اللعبة رقم 4 واللي هي سونيك. مين فينا ما كان عنده اتارة سونيك يلي هي سيجا؟ كنا نوصل لاخر اللعبة ويجي حدا يشيل الفيش. يلي ما بيعرف سونيك ما كان فيها سيف، يعني بس تطفي خلاص بتنعدنا الاول. ايه بتنعدنا الاول. الا انه هي من اجمل الالعاب اللي لعبناها من بين الالعاب الطفولة. اللعبة رقم 5 واللي هي مورتال كومبات ارماجيدون. ارماجيدون ارماجيدون، والله مش عارف كيف تنلفظ، بس انه هي الجزء الخرافي. يعني هي من اكتر الالعاب الايطالية المجنونة اللي بتعيشك جو اللعبة من كل النواحي، ان كان الاصوات السينمائية وكل شي كان ممتاز فيها. اكتر شي كنا نحبه فيها هو كلمة فينيشين. كنا نتفنن بالفينيشين. صح انه لهلا الشركة عم تنزل اجزاء جديدة، الا انه هاد الجزء من افضل الاجزاء بالنسبة لي ولكل جيمرز قديم. ويلي حابب يعرف ليه افضل جزء يجربها، اذا مش مجربها يعطيني رأيه. اللعبة رقم 6 واللي هي IGI. صح IGI اكيد لازم تكون للتوب 10 احلى العاب الطفولة، لانه هي عن جد من احلى العاب الطفولة. IGI من اقوى العاب الشوتر يلي كانت بطفولتنا، حتى انه اجت فترة لعبناها اكتر من الكونتر سترايك. طبعا في عالم ما راح تعرف شو يعني انه لعبة تنلعب اكتر من الكونتر سترايك، بس الاساطير راح يعرفوا شو بقصد. المهم كنا نحب هالنوع من الالعاب، فوت وقتل بخلق الله، حتى بعض الاوقات بيكون في ابرياء بنقتلهم. طبعا عدواني بس مسلي. حتى في منا جزء تاني، بس الجزء الاول كان المفضل لنا كلنا. اللعبة رقم 7 واللي هي Need for Speed. كل أجزاء القديمة، إن كانت Rivals
او ان كانت كاربون او ان كانت الموست وانتد. اكتر شي كنا نلعب الموست وانتد، يكون ما لنا خلق عشان نفوت نقضيها تشفيت سباقات. طبعا هي من احلى العاب الريسنج اللي كانت بهديك الايام، بتذكر ختمتها فوق الخمس مرات قد ما كانت حلوة. اللعبة فعلا بتفوتك بجو الريسنج، انه انت الاول انت الثاني انت الثالث، وبتخسر وبتعيد السباق وبتخسر وبتعيد السباق لحتى تربح. طبعا كان فيها تشالنجات مثل انه تمشي بسرعة محددة لحتى تلقطك الكاميرا، وفي انه تهرب من الشرطة كمان، وفي اكتر من تحدي وكلهم كانوا حلوين ومسليين. اللعبة رقم 8 واللي هي WWE SmackDown. نرجع للالعاب الايطالية، WWE هي من اكتر الالعاب اللي كانت تسلي حرفيا. نحن زمان كل شي كان مالتي بلاير يسلينا، بالاخص هاللعبة مرقت فترة كتير كبيرة ادمنا عليها، صرنا نلعبها كل يوم، حتى انه وصلت فينا لمرحلة نترك بعض نروح نخبط بالحكم. وبوقتها كانوا ابطال اللعبة معروفين، هني جون سينا، راندي اورتن، باتيستا، شون مايكل، واندرتيكر. كنا نتخانق مين بده ياخذ جون سينا، كان هو القدوة تبع اللعبة. وهلا قليل من العالم بتلعب دبليو دبليو اي، هي خلص تقريبا انه مثل خلص زمانها، لانه قبل كانت مسلي من كل النواحي. وهلا في العاب كتير نزلوا غطوا عليها، العاب ايطالية، في كتير العاب ايطالية نزلت حلوة هلا، بس هاي اللعبة الاخص الاجزاء القديمة ما في مثلها من ناحية المتعة ومن ناحية الاجواء اللي كنا نعيشها باللعبة. اللعبة رقم 9 واللي هي كراش. كراش من اكتر الالعاب اللي كنا نلعبها، هو تقريبا كل لعبة كان لها فترة من الزمن، وكراش قطعت فترة كتير كبيرة، بالاخص كراش النيترو كارت اللي نزلت على البلاي ستيشن 2. اكتر شيء انه اخذت فترة، ما بدي اقولكم من الشهرة، اخذت فترة انه اللاعبين صاروا يلعبوها بعد ما كانت بتسلي بوقتها. هي كانت فكرة ريسنج جديدة من هالنوع، انه تمشي ويطلع لك صناديق وانت وحظك، مثلا يطلع لك صاروخ تضرب اللي قدامك، يطلع لك تي ان تي تضرب اللي وراك، وهيك يعني يطلع لك درع، يطلع لك اي شيء انت وحظك. هاي الفكره كانت جديده من نوعها يعني، وكل اللاعبين حبوا لها اللعبه، ولهلا يعني في عالم بيلعبوها. وفي كتير اجزاء من كراش غير انه الريسنج، في كراش البانديكوت اللي نزلت عنا فيديو بتلاقوه تحت بالدسكريبشن، طبعا كتير مسليه البانديكوت من ناحيه انه هي كجيم بلاي مسليه البانديكوت. يعني اذا بدك تلعب ريسينج في كراش ريسينج، واذا بدك تلعب شيء كجيم بلاي في البانديكوت في التايتنز، وفي اكثر من جزء لكراش كلهم حلوين. اللعبه رقم 10 واللي هي جي تي اي فايس سيتي والسان اندرياس. هن التنتين حطيتهم مع بعض لانه اثنيناتهم جي تي اي، بس كل وحده لها نكهه ايام الطفوله، كل وحده كان لها جواك لمسه سحريه جواتنا. هي بشكل عام جي تي اي كانت فكرة جديدة بوقتها، انه عالم مفتوح تمشي تعمل تشالنجات، مع انه احنا ما كنا نعرف التشالنجات، ما كنا نعمل تشالنجات كتير، قليل نعمل تشالنجات، واحيانا ما نعمل، بس نمشي ونقتل بالعالم وفوت على الديسكو وينحرق قلبنا انه هن جوا عم يرقصوا ونحنا ما عم نعمل شيء، نفجرهم جوا وما الى ذلك. كنا نعمل مجازر كتير كبيرة بجي تي اي، حتى انه النجوم عنا لو بتعبوا على الاخر كانوا تعبوا. لهلا في جي تي اي، في جي تي اي 5، بس كمان مثل ما قلت لكم الالعاب لقدام الهم لمسه غير جواتنا. يعني هلا بنلعب جي تي اي ما بنحس الاحساس اللي كان يفرحنا ونحن عم نلعب جي تي اي ايام زمان. ايام زمان كانت فكره جديده جي تي اي، هلا صارت تعودنا عليها. بس لهون بيكون خلص مقطعنا لليوم، اذا في لعبه حابين انه العبها حطوا لي اسمه بالكومنتس، وللجيمرز اللي قدام اعطوني اسامي العاب قديمه ما ذكرتها بهالفيديو، لانه ان شاء الله راح يكون في جزء تاني للفيديو. بس بشوفكم فيديو الجاي.